وأول فوج من الحجاج المصريين اليوم إلى السعودية، و246 رحلة لنقل 67,000 حاج و31 واعزا من الأوقاف لمرافقتهم. ومصر للطيران تطلق غدا أولى رحلات الحج من مطار برج العرب. حضور نظيف وتغيب العدل في ثاني جلسات إعادة المحاكمة في قضية اللوحات المعدنية، ومحاميه يطالب بنقلهما لأكاديمية الشرطة بسبب الظروف الأمنية، والمحكمة تؤكد عدم ممانعتها وتؤجلها لجلسة 27 من أكتوبر. بدء الدراسة بإثنى عشر محافظة وغرفة عمليات مشتركة بين الداخلية والتعليم، ووزير التعليم يؤجل افتتاح مدارس رابعة لصباح غد لظروف طارئة. حملات أمنية ليلية بمدن الشيخ زويد والعريش وبئر العبد والقبض على 5 إرهابيين ونقلهم للقاهرة للتحقيق معهم. السكة الحديد تؤكد عدم تشغيل القطارات مع بداية العام الدراسي الجديد، ومصادر تؤكد أن الجهات الأمنية ترفض تشغيلها قبل إحكام سيطرتها على الأوضاع بالبلاد، والإيقاف مستمر لأجل غير محدود. مقتل 40 من قوات الأسد باشتباكات مع الجيش الحر، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يساوم بكرت النووي الإسرائيلي في مفاوضاته حول سوريا.